السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نتعرف على برنامج اسمه 1 2 3 دي. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيبقى عندي اي شكل ابدأ اصوره من جميع النواحي، فهو بياخد الصور دي كلها ويبدأ يحولها لشكل موجود على الكمبيوتر، شكل 3 دي. فدي حاجة جميلة جدا، ان انا مثلا عندي اي لعبة او اي عندي اي حاجة وعايز ادخلها على الكمبيوتر، ممكن يكون نموذج لمبنى، فبدل ما اقعد ادخله يدوي، لا ده انا هصوره من كذا ناحية وبعد كده اروح مدخله على البرنامج. البرنامج ده موجود منه برنامج عادي على الجهاز، او ممكن في موقع على النت، او ممكن تسطبه على البرنامج الايباد. ممكن تسطبه على الايباد وتشغل عليه بالايباد، تصور من كذا ناحية وتحول الحاجة ديت بدل ما في الواقع تروح سحبها وحطيتها عندك على الجهاز بتاعك. شوية صور اهي، تصور الراجل صورها لجهاز من الأجهزة للعبة أو تمثال، فبيبدأ يحط كل الحاجات ديت في البرنامج. طبعا بليك حساب، الحساب ده ممكن الحساب ده أوتو ديسك عادي، هو مجاني مش بفلوس، بتقول أنا قريت الاتفاقية وخلاص. أوكي، بتكتب اسم اللوحة اللي انت عايزها او الشكل 3D اللي هيجي لك، وفي وقت بسيط هتلاقي الحاجة جات لك 3D. هو برنامج جميل، ان شاء الله يعجبك بإذن الله. هذا هو الموقع، بختار شو الصور مثلا، بقول له دي مثلا اي حاجة انت عايزها، فهو اوتوماتيك بيبدأ ياخد الصور ويروح عاملها في 3D لودينج 3D موديل. ممكن يكون مثلا اتعملت حاجة مكعبات انت وابنك وعايز تحتفظ بالشكل ده 3D، فبتصورها من كذا ناحية وتروح مدخلها. ممكن يكون عندك حاجة مبنى صغير مثلا، حاجة صغيرة أو نموذج وعايز تدخله خلاص، فبتبدأ تحطها. وده الأدوات السهلة جدا اللي احنا متعودين عليها في الزوم، في إن أنا أعمل ألف حوالين المبنى أو حوالين الشكل. الواحد كمان شغال في المباني أكتر على طول، المباني أهم أداة. والشكل اهوت بقى 3D زي ما انت شايف. أتمنى تعجبكم وأتمنى تشرفونا في الموقع مهوس البيم. أخوكم عمر سليم.